سؤال كتير بيسألوني إياه، إنه الكريم تبعولنا قد إيه بضاين؟ في ست مهضومة قالت لي أنا بحطه بالبراد. نصيحة مني لإلكم، ما تحطوه بالبراد، بدكم تحطوه بمحل ما يكون في شوب أكيد، لأنه الشوب بيخلي الكومبوزيشن تبعية الكريم إنها تتفكفك ويبطل يعمل مفعوله، يا ما يعمل ألرجي. وقتها تاخدوا الكريم وتفتحوا مكتوب عليه 6 أشهر، بتكون تقولوا لي ما عليه بضاين سنة يما أكتر. إذا جبتوا خضرة وحطيتوها بالبراد ما بتدبل وبتصير للكاب، زيت الشي البرودكت بيعمل ديكومبوزيشن، يعني البرودكت اللي بقلبه ببطل الفيتامين اللي فيه يفوت ويعمل مفعوله، كأنه ما عم بتحطوا على الفاضي. سو بنصحكم ما تجمعوا كريمات وتفتحوها مع بعض، دايما الكريم اللي بتفتحوه خليكن عليه لحد ما تخلصوا، بعدين افتحوا غيره حتى ما تكبوا، وهيك بتحافظوا على بشرة كتير حلوة. ونصيحة مني أنا جينا السهر.